صاحب السيادة المطراني ياسر العياش جزيل الوقار، يتربع على عرش البطركية الرومية الملكية الكاثوليكية بالقدس بكل فخر واعتزاز. ففي استقبال رسمي احتشد فيه عدد كبير من الكهنة والراهبات من مختلف الرعاية والمدعوين والكشافة وجوقة الكنيسة وأهالي فلسطين عامة، استقبل صاحب السيادة المطران ياسر العياش، وذلك من باب الخليل على أنغام فرقة الكشاف مروراً بشوارع القدس وصولاً إلى بطركية الروم الملكيين الكاثوليك، حيث أقيم القداس الاحتفالي لتولي سيادته المنصب بحضور البطريرك ميشيل صباح والمطران جورج بقعوني والمطران مرقدسو والمطران ليوبولدو والمطران بطرس ملكي وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون ولفيف من الكهنة القادمين من الأردن مرافقين لسيادة المطران ياسر العياش. فتعالت أصوات الجوقة بالترنيم خلال القداس، وبعد الانتهاء من القداس الاحتفالي توجه الجميع إلى قاعة البطركية لتقدمة التهاني لصاحب السيادة المطران ياسر العياش الذي أعرب عن فرحته وسروره لتوليه المنصب، فشكر الرب أولاً وقال بأن القدس فيها كنيسة القيامة وهي الأمل الأساسي والإيمان المسيحي. بشكر الله على هالنعمة أنه اختاروني بالقدس لأنضم إلى كل البطاركة والأساقفة اللي بيشتغلوا بالقدس، بيحملوا رسالة المحبة وبيشهدوا لإيمانهم المسيحي في الأوقات قد تكون فيها من الصعوبات وفيها أيضا من الأفراح، وأنا أنضم معهم وبكل سرور بكل فرح. بلد مش غريب علي، القدس الكل بتمنى إنه يجيها، القدس هي فيها القيامة أساس الإيمان المسيحي، والقدس بتضلها أملنا ورجانا في شيء دائما هو الأفضل. أنا بتمنى لنور سات التوفيق والبركة والعافية. فرحة عظيمة بقدوم سيدنا ياسر. سيدنا ياسر كان يخدم في الأردن والآن انتخبوه السنودوس لخدمة الأبرشية المقدسية في الأرض المقدسة، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويعطيه الصحة. لسنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد. للنورسات مارلين الحدوة من بطركية الروم الملكيين الكاثوليك القدس.